السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ غنم؟ الحمد لله. أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم. يا رب وإياكم يا رب. في بعض المساجد يا شيخ في القرى بمحصلين الكهرباء والمية بيستخدموا الميكروفونات في جمع الفواتير. ده أولا يجوز أو يدخل تحت المصلحة العامة للمسلمين؟ الأولى عدم ذلك. حديث من ناشد ضالة في المسجد ثابت، يعني من وجدتموه ينشد ضالة في المسجد تقول لا ردها الله عليك. طيب هل ده في حرمة نشد الضالة؟ طبعا إذا قلتم لا ردها الله عليك معنى هي جزاكم الله خيرا مولاي.